حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا فيكم مع أول حلقة من برنامجكم المنوع الشامل لجميع الأنشطة الثقافية والفنية. أعزائي المشاهدين، يا أهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع أرشيف المحطة. نرجو أنكم تقضون أوقات ممتعة مع فقراتنا. نتمنى بأنكم تستمتعون بالفقرات المختلفة اللي راح نقدمها لكم في برنامجكم أرشيف المحطة. يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدين برنامج أرشيف المحطة، ونتمنى أنكم تقضون وقت ممتع معنا ومع فقراتنا المتنوعة. خلكم معنا وشوفوا الفقرات. برامج الأطفال في تلفزيون الكويت اهتمت وايد بتقديم كل ما يعود على الكبار والصغار بالفائدة من كل النواحي، مثل النواحي الاجتماعية والثقافية والدينية، وعمقت عند الأطفال أهمية تلاوة القرآن وهيئت لهم الفرصة لعرض ما يحفظونه من آيات قرآنية. وأنا عندي فقرة حق طفل صغير عمره 9 سنين، ما شاء الله صوته وايد حلو بتلاوة القرآن، فايش رأيكم نشوفها؟ ما ادري بدر تقصد عبد الله محمد اخو صديقتنا ريم اللي كانت ويانا. نعم. اللي تسوي السحر. ايش رايك محمد؟ يلا خلنا نفتح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. والله ما شاء الله عليه، كان صوته وايد حلو يعني، وما شاء الله تجويد هم جيد. ان شاء الله الله يكثر من امثاله. عموما عبد الله، تذكر ذيك المره الحلقه اللي فاتت تحطيت لي فقره انا مثلت فيها، فقره جحا؟ اي فقره جحا. هالمره انا بحط لك فقره انت مثلت فيها. اي فقره؟ تذكر سالفه الدي اي؟ خلينا المشاهدين يشوفونها وبعدين يعرفون سالفه الدي اي. أريد أن نقاتل
القاضي أدخلوها. حاضر سيد القاضي. تفضلي تفضلي. الحكيم جئتك التمس العدل والإنصاف. تفضلي، ما هي شكواك؟ إن لصا قد سرق دجاجتين من دجاجاتي. ماذا قلت؟ أعيد شكواك لو سمحتي. إن لصا قد سرق دجاجتين من دجاجاتي. هيا أيها الحراس، اجمعوا كل من له سابقة في مثل هذه السرقات. ألم تسمعوا كلامي؟ هيا اذهبوا. حاضر سيد القاضي. فليتقدم سارق الدجاجتين وإلا. حسنا، لا داعي لأن يعترف، فقد عرفته من الريشة التي فوق رأسه. أنت؟ نعم أنا. نعم أنت. هيا خذوه إلى السجن. حاضر سيد القاضي. هيا. شكرا لك أيها القاضي، ولكن كيف عرفت أنه سارق الدجاج؟ لقد عرفته لأنه قد شك في نفسه، فإن لم يكن اللص ما رفع يده على رأسه. شكرا لك أيها القاضي على ذكائك وفطنتك. ها عبد الله، ايش رأيك بالفقرة اللي شفتها؟ والله محمد، الفقرة هذه تنطبق على مثل عندنا هني بالكويت اللي هو العراسة بطحة يحس عليها. فعلا يوم إيمان أخت أمجد كانت بدور القاضي وقالت عرفت الحرام من ريشة العراسة، ما كان في ريشة على راسي، لكن تدري من الخوف حطيتي على راسي وطاحت علي صادتني. عموما ندش فقرتنا الثانية اللي هي فقرة عن البشت. عن البشت، اي البشت مثل ما هو معروف زي شعبي تقليدي عندنا في الكويت وعند الخليج، دول الخليج، وهم يلبسون طبعا ريايل في المناسبات الرسميه والاعياد. ومثل ما انتم عارفين صناعه البشوت هي صناعه حرفيه قديمه، صناعه طبعا يدويه، كانت تمارس في الماضي وفي الحاضر بعد في دول الخليج. ما ادري بدر عندك تعليق؟ هو عبد الله ما ادري كلامك عدل، بس حبيت اضيف عليك شغله. ما انت ما ذكرت من شنو تصنع البشوت. البشوت تصنع من وبر الجمال او من اصواف الاغنام، ويزين اطرافها بخيوط من الحرير او الذهب او الزري. مار محمد عندك شغله؟ بس احب اضيف شغله، بقول ان صناعه البشوت هي اساسا مهنه وراثيه يتناقلها الاباء عن الاجداد. السلام عليكم. عليكم السلام. هو حجي. هلا. شو اخبارك؟ حياك الله بخير. طيب. الحمد لله. حجي احنا عينك من مجلة اطفال، ممكن نسوي لك شويه لقاء؟ نعم. اي نعم. حجي احنا بنعرف هذا الحين، ايش قاعد تسوي انت بالضبط؟ هذه مارينا هذا مارينا مخيطينها الى رجل. اي نعم. اي نعم. فهالحين جهزت. قاعد نخبنها له حتى ياخذها. اي يعني الحين هذه تاخذونها يعني؟ اي هذا اخر شيء. اخر شيء. هذا اخر شيء. خير ان شاء الله. مشكور حجي، ممنون. ما تقصر، حلت البركه. Yeah.
ليت تحدثنا عن مراحل اللي تمت فيه تطور البشوت، يعني قبل شلون كان البشت والحين شلون؟ والله هو المراحل والبشت كلها تقريبا زر يدربوه عرفت، لكن الاول يرغبون البشت اللي دربوية سخيفة، الحين يبون الدربوية اللي هي هذه الزري هذا الدربوية إيه؟ هذا الدربوية اول يرغبون في البشت اللي هو الخياط السخيف. هذيك واحد يا ريت تعطونا نموذج اللي هو هذا السخيف، هذا قبل كان هذا الموديل الماشي الاولي، الحين إيه؟ الناس بطلت تقريبا منه قليل اللي قاموا يلبسونه، الحين كله يبون خياط عريض إيه؟ اللي هو هذا الخياط. وفي فرق ان اول كان الزري من الهند عرفت، الزري من الهند، الحين الزري اغلبها من فرنسا ومن المانيا. نعم. لان الزري هذا الفضه الاصلي. طبعا في زري الثاني هو العادي اللي هو التركيب اللزق. ايه؟ حواريك بعد واحد منه، هذا خياط ماكينه مو خياط ايد. هذا شغل ماكينه مو شغل ايد، لا شغل ماكينه هي مثل السفايف لزق تركيب. اي نعم. هذا كله شغل ايد عرفت، يمر على مراحل خياط، يعني عدة خياط مو واحد اللي خيطه البشت. الشغل الايد، شغل الايد عدة مراحل يمر على هذا خياط بروحه يخيطه اللي هو يسمونه الترتيب الخط الاحمر. تالي يروح عند الخياط الثاني اللي هو يخيط الهيلة، الهيلة اللي هذه هي هذه الهيلة تحشاية الداخلية. تالي يروح عند البروج لآخر شيء البروج. تالي يروح حق المكسر اللي هي عند الشم. الشم هذا المكسر كله يسمونه مكسر، هذه دربوية كاملة. يعني لو حسبناها كم ريال يمر علينا راح نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع ريايل غير البرداخ، غير البرداخ وغير الخبان بعد. أي نعم. يعني يعني صاروا الحين عندنا ستة ريايل بس علشان يكونون البشت. بينما هذا بالنسبة لشغل إيد واللي كان قديم يستخدم. طبعا هذا هو الشغل. أما الحديث الماكينة وشغالة. لا مو الحديث الماكينة. لا من أول في موجود الماكينة وموجود الخياط الإيد. أي نعم. طبعا اللي يبي الرخيص الماكينة أرخص. تكاليف أرخص لأن عندك الخياط هذا قاعد فيه أسبوع كامل. ما شاء الله. هذا باليوم يخيط له 50 واحد. لأنها ماكينة سفايف تطقها في الماكينة شو تلاحظها في المكاين. صح صح. طبعا هذا خياط وهذا خياط. أكيد. طيب أخوي لو بعد تعرفنا نبدا بسيطه عن في انواع البشوت. في بشوت في صيفيه. اي انا سامع يقول في بشت صيفي بشت شتوي. حوارك الصيفي تشوفها. وكان في بعد في اعتقد في تسميات. طبعا في تسميات، في عندك هذا البشت، هذا انا ملاحظ انه شفاف، هذا القماش قماش شغل يد، شغل هذا القزل هذا كله يقزلونه بالايد. لا اشوف انا خفيف. اي يقزلونه في الايد. في قزل مو هو قزل، هو شغل ماكينه، يكون القماش ماكينه اللي هو هذا. هذا عفوا هذا صيفي. صيفي هذا الصيفي دائما يكون خفيف طبعا، وهذا هم صيفي. بس هذا القماش انجليزي. اي خفيف خفيف هم بعد خفيف، بس مو بخف النجفي. صح. لا هذا غير، هذا هذا تبين يدي من ورا. اي نعم هذا شفاف لان قزله قزل يد. ايه شغله شغل ايد عادي. في عندك في الدقه دقتين ترى. هاي الدقة السادية دقة يسمونها دقة كويتية. ايه. في عندك الدقة هذه الخياط اللي هو هذا يسمونه. نعم. في تنقيط الأبيض. صح. هذه ملكية. يسمها ملكية. ملكية هاي السادة كويتية. طبعا هذا عريض. صح. يوجد من هذا سخيف اللي هو هذا. نعم. يوجد من هذا سخيف حسب الزبون ورغبته. أوكي. طيب بس هذه أنواع البشوت الصيفية. إحنا هذا صيفي وهذا صيفي. نعم. وفي بعد. قلت لي هذا خام إنجليزي مو؟ طبعا إنجليزي. في هذا الياباني جاي. هذا الخف بين هذا وبين هذا، بس هم هذا ماكينه اعتقد. ماكينه القماش، ماكينه صوف، ماكينه. واضح انه يعني منظم، لكن هذا بين شغل يد ملخبط. هذا شغل يد، بس شوف بالاستعمال هذا صحيح انه حلو كشخه، بس بالعملي هذا عملي ازيد، لان الماكينه عملي ازيد من القزل، لان هذا ما يتحمل الرطوبه. صح. ما يتحمل اي شيء القماش. يشق بسرعه. بسرعه يشق، مو يشق الرطوبه يعكمش، لان غزل يد. اي نعم. عرفت ويرجع الاصل. الحين هذا بس انواع البشوت اللي هي هذا الصيفيه هذا وهذا، وفي بعد الدورقي. مبارك يا تقريبا يقارب حق اللي اول واحد، بس هذا صناعته غير وهذا صناعته غير. هذا غزل يد. هم غزل يد بس هذا شغل ايران. يعني هذا يعني الخيط شلون يعني ولا صوف؟ صوف شغل ايد. اي لكن هذا غير وهذا غير. إيه؟ هذا شوي اجود الايراني. إيه طيب وهم تطريز كويتي. شغل الكويت دقه كويتيه، دقه سخيفه وسط، لا هي عريضه مثل هذه، يعني سخيفه مره واحده. ها يعني الحين انا لاحظت ان هذه غير وهذا غير، يعني هذا ممكن يجيب لك الخام زبون زين وانت تسوي له الدقه وتفصل. هي خياط على حسب طلبه، يبي عريضه يبي سخيفه مفصله، وفي جاهز وفي قصار. طيب في يعني يجيك جاهز مثلا من ايران او من الهند وهذا يكون في دقه كويتيه؟ لا لا ما يعرفون يخيطون. ايه
ما يعرفون يخيطون، بس الخياط في الخليج. اي نعم. طيب هذا بالنسبه للبشوت الصيفيه. الصيفيه ما ادري لو تعطينا بعد نبذة عن البشوت الشتويه. لا راح اوريك اول شيء الربيعي بعدين راح اوريك في الشتوية. يعني ربيعي طبعا في ربيعي اللي هو هذا يعني بين البشتين يسمونه، يعني الابر بين البشتين بين الصيف والشتاء، بين الشتاء وبين الصيف اللي هو هذا. واضح ان خامته لا هي ثقيله حيل ولا هي هذا. طب بالنسبه اللي قلنا عنها هاي الدقه العريضه، الدقه العريضه بس هذا اعتقد ما فيها اللي هو الابيض، ما في دقه كويتيه، دقه كويتيه عريضه كويتية. وهذا السخيف، هذا السخيف هم ربيعي، هم ربيعي، هذا ربيعي وهذا ربيعي. واضح انها لا هو ثقيل حيل ولا خفيف. وفي بعد ربيعي وحواريك اياه، طبعا هذا القزل ماله قزل ماكينه، كله قزل ماكينه. هذا قزل يد، هذا ابو شهر، ابر ابو شهر. ايش يسمونه ابو شهر؟ ايه؟ منطقه لان في ايران اسمها ابو شهر. اي انا عارف بس عليك يعني هو الخام من ايران، من ايران القماش وتفصال شغل الكويت، شغل الكويت، الزري فرنسي خياط الكويت. ما ادري انا ملاحظ هذه هم فيها دقه مختلفه، اسود، دقه ملكيه اسمها، دقه ملكيه، ملكيه سادتي عليها كويتيه. بدون الدقة البيضاء وبدون الأسود سمى دقة كويتية. طيب زين لو بغينا نعرف يعني شفنا تو مساء الحجي قاعد شقال وقاعد يدق ما يشيل الحجي حجي للبشت، أول ما ينا البشت من الخياط ينا مو مبرد. والله يا ريت لو تعطينا أول شيء مراحل يمر فيها البشت. طبعاً عقب ما ينا من الخياط ينا نفس الزري هذا، لا تلاحظه مو ايه؟ مصقول الزري مو ملمع. إيه. هو لما يدقه هذا لأن الخيط هذا يحطون فيه شمع يشمع بالخياط عشان لا يقص وياهم. انا ملاحظ بعد عنده ورقه مش عارف ايش ورقه يحطها عشان شنو تلزق يلزق فيها الشم. ايه عرفت من كثر ما يدق يصير حراره عرفت. نعم. يدق يطلع. لاحظ الحين هذا مبردخ وهذا مو غير مو مدقوق، هذا وهذا مو مدقوق. شوف شوف الفرق الحين، عقب هذا مدقوق وهذا غير مدقوق. يعني هذا المدقوق ايه وهذا شلون يلمع لون البري، يعني عفوا نوري الاخوه الاطفال لو تلاحظون هني هذا المدقوق تلاحظون فيه لمعه، هذا مو مدقوق بعده مثل ما قال. اي بس يندق تبردخ يقوم يلمع. اي يعني لا شو اسمها اللي قلت لي برداخ، البرداخه اي صقل الزر يصقلونه عشان يلمع. يعني انا اعتقد هل يطقونه عشان يتماسك ولا عشان يلمع؟ لا عشان يلمع، عشان يطلع الشمع منه، لان في شمع هذا يطلع بالدق يطلع ويلمع شوي ينعم. نفس الخيط يكون في شمعه؟ في شمع مشمع الخيط، يشمع الخياط. اي نعم. خياط يشمعه ويشتغل فيه. عشان شنو ما يقص بيده الخيط الزري. صح يدقه يعطيه لمعه، يدقه يطلع الشمع منه ويقوم يلمع. صحيح. طيب لو تقول لنا المراحل، انتم ما ادري بالنسبه لمحلكم او المحلات الثانيه تصنعون الخام هذا؟ عندكم الخام اللي يدخل الكويتي مثل ما قلت لي في مصنع في الكويت، في موجود مصنع في صبحان، موجود مصنع في الكويت. يجينا القماش من السعوديه ويجينا من الكويت ويجينا من ايران ويجي من سوريا، سوريا فيها عده مصانع. اي نعم. طيب يعني انتم متخصصين بس في تفصيل، بس بالتفصال بالخياط احنا. يعني احنا عرفنا مثل ما شفتوا مساع ان في شغل ايد وفي شغل ماكينه، لكن احنا هني متخصصين في الزري اللي هو هذا. طبعا بالزري. طيب قلنا طبعا خيط الزري وعرفنا انه من الدول الاوروبيه، لكن في شغله ترجع اللي هي كيفيه ان يعني شنو المرغوب، شنو المرغوب بين يعني البشوت هذه اكثر شيء مرغوب في الكويت؟ اكثر شيء مرغوب بالكويت اللي هو الانجليزي هذا حق المعاريس ومال المعاريس اللي هو هذا، واللي ماشي ودارج في السوق وسعره مناسب، يعني مو سعره عالي مثل هذيل على 400. نعم. يعني سعره مناسب 150 عادل، واللي دارج انزل شيء هذا طبعا. واللون الرسمي عندنا احنا هنا 90% الاسود اكيد، يعني انا بشت ليلي اسود. صح. زين اخوي لو حبيت يعني معلم تقول لنا المراحل اللي يبدا فيها البشت او التطريز او التفصال. احنا تو شفنا الحجي قال في مرحله كان يخيط، قال هذه التفصال هذه المرحله الاخيره الاخبانه. الاخبانه نبدا من اول مرحله ممكن؟ اول مرحله نمسك في واحده بنفصل له بشت، ناخذ القياس عليه على الايد، تالي ناخذ القماش نفصله نقص على طوله نعطيه الخياط. طبعا الخياط اول شيء يطلب طاين هاي البطانة يركبها. وأول خياط ياخذه يستعمل اللي هو الترتيب هذا. ترتيب. يسميه الترتيب. تالي ممكن في خياط يخيط هالمرحلة والمرحلة الثانية، وفي خياط لا مرحلة واحدة. تالي يروح حق اللي هو الهيلة هذه. الخياط اللي هو هذا كله اسمه الهيلة. تالي يرجع حق نفس الخياط الأول للترتيب يكمل عليه شغله، تكملة شغله. تالي يروح حق البروج. نعم. تالي ناخذه نعطيه المكسر
اللي هو هذا يكسره تالي يبونه عندنا عرفتوا طبعا يشتغلونه برا في بيوتهم تالي يبونه عندنا نعطيه البرداخ عشان يلمع الزري ويضبطه تالي الزبون ناخذ عليه القياس مثل ما شفت انت شلون يخبون البشت يخبون يعني شلون عفوا يخبون القياس الطول لان البشوت طولهم كله طول واحد صح الحدر صح بس اختلاف في اليد في الميد في واحد ايده كبيره ايده ايه صغيره طيب شلون اذا كانت ايدي انا مثلا طويله كبيره زين اصل لك على حسب المقاس وهذا صغيره مثلا الحين انا مثلا نعطيك غيره اكبر نعطيك على مقاسك لان المقاس ايه قاعد اقول لك انا ايه بس الطول مقاسهم واحد بس اليد يختلف انت الحين لما انتي في المرحله الاخيره شنو نصلح اخر شيء اصلح للطول الطول بس الطول. اذا كان مثلا طويل عليه اقصره اقصره ما ايه؟ ينخبون من داخل من هنا من النص من ايش لو تلاحظ الحين تهني شوف مو مخبون في خيط هذا يعني شال الخيط هذا كله يرد ينخبون مره ثانيه على حسب طول الشخص اللي يبي لان البشت يلبس اطول واحد واقصر واحد يعني ممكن اذا مثلا انا طولي يعني يبي هالكثر او يبي هالكثر ممكن يبي هالكثر. اي طول مجرد انه يفتح الخيط هذا يفتح الخيط هذا ويرد خيطه مره ثانيه لاحظ انت الحين البشوت كلها مو مخبونه صح يعني الا اذا ياك زبون لاحظ عدل البشت معناته اذا خبن معناته ملبوس ملبوس بشت مخبون ما عندنا اذا خبن يعني ملبوس صح مش نشكرك على صراحه على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها وفي النهايه نحب نوضح لاصدقائنا ان ما سوينا هذا اللقاء او ما سوينا هذا يعني هالمقابله مع الاخ الا نبين لكم يعني مدى اهميه هذه الحرفه خاصه في حياتنا اليوميه فاعتقد الحين ما في اي عرس من العروس الا لازم تلقى المعرس لابس بشت فيعني ما ادري شو تتصورون لو كانت الكويت بدون بشوت او لان او ان صناع هذا اللي شفتوهم توقفوا على العمل اعتقد ان الحياه راح توقف بالكويت وفي النهايه نشكر الاخ ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق ونقول لك في مال الله بدر سنه 87 يعني تقريبا قبل 9 سنين بالضبط قدمنا مشاهد تمثيليه انا مع امجد المشاهد هذه تتكلم عن فقرات توعيه فقرات توعيه عدل عليك نور فقرات توعيه ومنها هذا اخترت مشهد له عن النظافه والترتيب بالغرفه فما ادري ايش رايك اشوفه تذكرت هذا المشهد اللي كانت فيه اغراضك منثره وما كنت شيطان هذا قبل طبعا العموم ايش رايك ونشوف الفقره مع بعض ونحكم يلا نشوفها نشوفها هذا خطأ. نعم خطأ. Thank you.
صديق الطفل. الفرق واضح الآن. النظام هو أساس النجاح في كل أمور حياتنا، فكن منظماً لتوفر الكثير من الوقت والجهد. وشكراً. الأطفال ما شاء الله عليهم شعلة من النشاط، وطبعا أصدقائنا اللي كانوا في مجلة الأطفال يعني كان عندهم موهبة اللي هي تقليد الأشخاص. طبعا أنا عندي هنا فقرة حق داني وأمجد هم اللي هي بطريقة تقليد الأشخاص، شوفوها مع بعض ونحكم عليها. طب اسمعي بقى، الكبنة دي لازم نقسمها في الميزان بس كده. يلا عند البقال. يلا يا ست اتفضلي. فقرة أمجد ودانيا نبهتنا حق العديد من المواهب اللي كانت موجودة في برامج الأطفال مثل التمثيل والقناء والأعمال الفنية. وأنا اللي كنت ملاحظة أن الأعمال الفنية ما شاء الله كانوا يبدعون فيها البنات، مثل زميلتنا أماني قدمت لنا فكرة وايد حلوة وهي فكرة الأرجوز. كان يعني فكرة الأرجوز تقدرون تعلقونها بالبيت أو تحطونها بالقرفة، فايش رايكم نشوفها مع بعض؟ أصدقائي اليوم أصدقائي أنا عندي لعبة وايد حلوة، وأرجو منكم تستفيدون منها في وقت فراغكم، لأن أنتم مثل ما تعرفون إن إحنا في وقت الصيف وعندنا وقت فراغ وايد، فنحنا نستغل فيه ونسوي لعب وايد حلوة ويا هذا البهلوان. مسكي شوية راوية. البهلوان هذا متكون من أشياء بسيطة وايد ومتوفرة عندنا في البيت. أول شيء نحتاج لقماش ألوان، أي نوع من القماش بس يفضل إنه يكون يابس. ونحتاج
نتاج للدبابيس وسفنج وعصايتين من الخشب. اذا ما توفر عندنا عصايتين بالشكل هذا ممكن ان احنا ناخذ قلمين رصاص ونسوي فيهم، بس المهم انه هو يقضي الغرض. وخيط وابره وقلم الوان، ومثل ما تعرفون نحتاج للزاق. امسك شويه يا منذر. طريقه العمل، اول شيء راح ناخذ القماش هذا الوان وراح نقصه على دائره، راح يكون بالشكل هذا. طبعا الوان من كل قماشه من هذه نقص لون ونقص منها دواير وايد عشان يسوي عندنا الجسر والايد والريول. راح ناخذ اصدقائي في الجسم، لما ينقص الجسم راح تكون دائرته كبيره مثل هذه، والايدين واليدين والريول راح يكون دائره صغيره مثل هذه. طريقه العمل، اول شيء راح ناخذ الدائرة اللي قصيناها وراح ناخذ الإبرة. إذا ما تعرفون أصدقائي تخيطون، إذا أنتم مثلاً صغار وتبون تسوون هذه الفكرة، ممكن أختكم الكبيرة تساعدكم في عمل هذا، أو ممكن أمكم تساعدكم، تطلبون منها تساعدكم في الخياطة. راح ندخل الإبرة في الدائرة من الوسط، وراح ناخذ قطعة من الإسفنج، وإذا ما تحبون إسفنج ممكن خرز اللي يكون حجمه متوسط، يفضل انه يكون خرز عشان يعطي ناحية جمالية للعبة. ونحط الدائرة الثانية والاسفنج. مثلا يا اصدقاء هذه راح يكون الايد مثلا او الريول، طب مثل ما قلت لكم راح يكون صغير. راح بعد ما نترس كله، مو نسوي اثنين، نسوي مثلا من 7 أو 6 حسب الحجم. اذا كنتوا تبونه كبير ممكن تسوون 10 الايد، واذا كنتوا تبونه صغير ممكن الايد يعني حوالي 5 دوائر. ونقصه الخيط. الحين راح صار عندنا، كوننا الايد بتصير بالشكل هذا بعد ما ترسنا كل الدوائر. سوينا الجسم لو هذا، والايدين والريول نفس الشيء. الحين راح اوريكم شلون نركب الجسم ويا بعض. اول شيء راح ناخذ هذا الجسم، هذه الريول. طيب يا اصدقائي راح ناخذ الدائره اللي تحت مع اول دائره من هني، وناخذ دبوس. طبعا يا اصدقاء انتم تخيطونه عشان اختصارا للوقت، انا راح اسوي لكم يا الدبابيس. الحين تكون عندنا الريول نفس الطريقه. ناخذ الابره الدبوس ونشبكها من هنا. الحين تكون عندنا الريول نفس الشيء. الايد ناخذ الدبوس طاو يا اصدقائي. الحين هذا الجسم هذا، وهذه الايدين، وهذه الريول. الحين طريقه عمل الراس اللي هي الموجوده هني، ارفع شويه من المنظر. طريقة الرأس، وراح نسوي الكابوس اللي على رأسه والوجه. في الوجه راح نحتاج كرتون مقوى، طبعا راح نلزق عليه، راح نقص دائرة مثل هذه الدوائر، ونحط عليها ملامح الوجه اللي ينقص العيون، ونستخدم القلم في هذه الخطوة. راح نرسم الحاجبين والخشم والحلج، راح يكون الشكل هذا، وراح نلزقه من هنا الوجه. بعدين راح ناخذ الإبرة، طاو يا أصدقائي، وراح ندخلها من هني من عند بداية الجسم. وراح ندخل
الرأس في الكرتون بعد ما لزقناه. بس يا أصدقائي أبي ألفت نظركم لشيء، إحنا في الكرتون بس نلزق وجه واحد، ما نلزق الوجهين. بعدين راح ندخل الإبرة من هني وتطلع بالطريقة هذه. تعوا يا أصدقائي بالشكل هذا. بعدين راح نثبت عليها عشان ما تطيح. بعدين عشان نغطي هذا الخيط راح نحط الوي الثاني، نلزق الوي الثاني. تعوا يا أصدقائي صار عندنا الراس كاهي، بس طبعا لازم يكون الخيط اقصر شوي من هذا. صار عندنا الوجه من الناحيه هذه ومن الناحيه هذه، عشان اذا لف البهلوان يصير على الوجهين محطوطين. الحين الكابوس نفس الشيء، راح نقص من الكرتون على مثلث ويصير بالشكل هذا، ونسوي نحط قطعه قماش ونلزقها من هني ومن هني ونحطها من فوق. ولما نلزق على الناحية الثانية من الكابوس نترك شوية هني عشان نحط الوجه بهذه الطريقة ونلزقه. الطريقة هذه في النهاية راح يكون عندنا هذا الشيء، شكل مضحك ممكن احنا نداعب فيه اخواننا الصغار ويستانسون فيه، ونفس الشيء نقضي وقت فراغ ممتع في عمل شيء مفيد. ولهني مشاهدينا نوصل لنهاية برنامجنا، نتمنى ان شاء الله ما كون ثقلنا عليكم. على العموم نطرون الاسبوع الجاي بنفس الوقت، ونتمنى لكم اجازة موفقة ان شاء الله. وراسلونا العنوان التالي: تلفزيون دولة الكويت، رمز البريد 13007-13007، صندوق بريد 621، برامج ثقافية، برنامج ارشيف المحطة. يعطيكم العافية ومع السلامة. Thank you.